يلا ابو ساره لا تخافين، يلا اطلعي اطلعي. ليك انا صلي ساعه ساكته، ها رح غزلك بالسكينه. لا ترجع عم انزلي يلا. لك لا تنزلي عم اقول لك انزلي يلا. رح غزلك بالسكينه، ها رجستي ما بتنزل. انزلي انزلي عم يلا بسرعه. ساره لا تنزلي. انزلي رح غزلك بالسكينه. ساره ما تنزلي يا ساره. عجزتي ما بتنزل ما بتنزل ما بتنزل. أخيرا بدك على العيون ما احنا. اسمعوا لك وراس بنتي اللي ما عندي غيرها، انه ليلي ما حطن ببيت اهلك. غسلنا له معدته، بس لازم اخصائي يشوف احتمال الجنين اللي بطنه مات. شو؟ انو جنين؟ اللي بطن المريضة، اني جنين يعني؟ يعني بنتي انا حبلة؟ ايه نعم، ليش متضايق؟ يبعت لي حمار الخبرية، يبعت لي حمار الخبرية، يبعت لي حمار. من مين حبلة يا واطي؟ من مين احكي؟ يا عمي الله يخليك. عمال اللي بدك اياه يا استاذ يا كبير، روح بلّيت الزرقاء، خليها لهي الحيوانة وفاء تنفعك. قسما بالله كل قرش اخذته مني لدفعك يا، وبنتك لا تحلم تشوفها. حي ربك مدام، هذا الكلام روح قلبي العي والمشاكل وجع الراس. ايه عفاف، ليكي جهزي لي شنطاية السفر. ايه بدنا نسافر. لا سارة ما تضبي لها شيء، أنا بشتري لها كل شيء من هنيك. لك هلا ما رح أقول لك لوين، خلصيني أنت كمان. اعملي اللي عم بقول لك عليه. أساسا أنا ما عدت أوثق بحدا. يلا على السريع. مدام أنا ما رح أسألك نحن وين رايحين، لأنه أكيد ما حتاخذينا غير المشوار اللي بشغل أدب يعني. أنت مانك رايح معنا. كان معقول تروحي لحالك مدام؟ مانك رايح معنا. ما بعرف ما بعرف شيء ما بعرف. احكي احسن ما اذبحك. احكي يا ابي الله يخليك. سونا قالت لي انه هي وهارون اتفقوا وبدهم يتجوزوا. ومن ايمتى هذا الحكي؟ شو هالحكي؟ وقت طلع من السجن شافته وهي هو قال لها. الله لا يوفقكم، حطيت راسي بالطين، الله لا يوفقكم.
نزار طول بالك، كل شيء بنحل بالهدوء والتفاهم. بعدين هلا انا بحكي مع لوسي او ببعث لها اس ام اس بطلب منها ترجع ساره. نعم اختي، تبعتي لها اس ام اس؟ والله انا برايي تبعتي لها ايميل لست لوسي من باب الاحتياط. يعني شو هالناس الرائعه اللي الله بلاني فيهم؟ نزار حبيبي اعطيني فرصه بس انا احكي معها وحل الموضوع بدون مشكله. والله انا هيك كنت عم اقول له، بس هي ما عم تفهم عليه وكثير عدوانيه. حبيبتي انا لما بحكي معها غير انت، لانه انا رفيقتها. ايه يا ابو الحكم، وينك انت يا اخي؟ ساعتين لا ترد علي. اسمع شو بدي اقول لك. اخي انا بنتي بعرف كيف بدي اجيبها، بس بدي يجيبوا لي هذا الازهر. لا لا، اليوم قبل بكره، لحتى فرجيها مين انا وشو بصير باللي بتحداني. لك اخي انت جيبه وبعدين بتشوف شو رح اسوي فيه. الله معك. لك شبك ليش هيك عم تسوق؟ رح تتعسل المخلوقة. لا تواخذيني من ده، مو قصدي. خلصني نزل جيب الشنطة. شبك هارون؟ عفاف؟ ليش لسه ما لبستي وحضرتي حالك؟ ليش مدام؟ ما بدك تسافري معي؟ مدام انا ما بقدر اطلع برات الشام، انت بتعرفي انا بتمنى بس مشان الاولاد، هدول بدهم مين يدير باله عليهم ويشق عليهم. خلصيني خلصيني، بدي بدل ثيابي قبل ما يوصل نزار. يلا مدام. ما بعرف، المهم هلا بكره بتغيري مفاتيح البيت ماشي، وانت ما صح لك اعملي لك مرأة. يلا بسرعه على السيارة. طيب اذا جا جوزك شو قول له مدام؟ قاعد حبيب؟ علق علقت والله علقك. ولا زين السيارة ولا يلا حرك انت يا شو زين بلا حكي. هارون شو رح تعمل؟ شو حتساوي؟ معلش مدام انا بعرف اتصرف. حرك. كثير فرحان بعضلاتك انت وياه. انت بتعرف انا بصمعتي الصغيرة بدميكم. انت ولا يهمك مدام. شرطة شرطة شباب شرطة. وحياة اختي هالايد بحياتها ما نزلت على الفاضي. هالمرة رح امشيها كرمال مدام ما بدي اعمل بحر بدم هون. يعني معلم شو بدك يعني نقتله قدام الشرطة؟ ليكو سليم كانت رح تروح عينه، هلا بدي اخذه على المستشفى. يا سلام، اثنين كل واحد منهم قد الثور، واحد مثل هذا يعمل لهم قتله. لك لا معلم، ما اكلوا قتله هن، يا دوبو يا دوبو هيك ضربوا على عينه ضربه بس. لك مالك خجلان انت بتحكي هذا الحكي؟ لك يخرب بيتكم، لك خلصونا من القصه بقى. لك واحد ما بيصرف رنجين بيعلم علينا، لك شو انت مو رجال؟ والله انا شغلتي مدير انتاج والله العظيم. طيب معلم خلص امرني امرني اللي بدك اياه بصير. بدي اياك تنقل اعمل وشي. نزار عن جد انا مستغربه منك، لك ما تبلغ الشرطه وتريحنا بقى. عن جد هاي المره تمادت كثير يا والازعر. وفاء مو معقوله انت؟ نزار حبيبي الله يخليك، تركني انا حل المشكله بيناتكم. والله ما كنتوا هيك، شو صار لكم؟ اللي صار انه لوسي مو عامله احترام لاخوكي، وبعدين مو مقدره انه هو رجال. بتعرفي انا حاسه انه في حدا شرير عم بيدخل بيناتهم وعم بيحاول. ما حدا عم بيحاول ولا حدا دخل بيناتنا، اصلا انا بكرهها وبكره جنانها اللي خلت واحد تافه مثل هذا يدخل على بيتي ويتحداني الي.
على فكرة أنت بتحبها وغيران عليها. إيه يا ستي، غيران عليها وبدي أذيها. حدا له عندي شيء؟ شفتي شو بحبها وغيران عليها كثير؟ أخي وبعرفه. ولا يهمك مدام، واللي خليك طالما نحن اثنين مع بعض ما في ابن مرة بيسترجي ياخذ بنتك منك. بتعرفي شو عم فكر؟ عم فكر بس لنرجع من رحلتنا امره لعند عصافيره يشتري لي كم قمله وكم رشاش ونزلتهم بالبيت وبالسياره، وخلي ابن مرة يسترجي قريب. يا لطيف، بدي اخلي الدم يصل للركب. ايه لانه عايشين بتكساس نحن. بعدين فهمتك، انت مانك رايح معي. مدام شلون مالي رايح معك وليكني رايح معي؟ انت رايح توصلني لعند الدكتور وبس. ليك هارون، انت شاب قبضاي وشهم، والشي اللي عملته معي ما رح انساه طول حياتي، بس انا الشي اللي شفته معك اليوم ولا فيلم كوبوي. هارون، انت اذا بتضلك معي مشاكلي رح تكبر، يعني يومين ثلاثة ابصر شو بيصير بسمعتي. انت ما بتعرف الوسط الفني، بكره بتصير سمعتي علكة بكل لسان. بس انا مدام ما بيهمني حكي العالم هذا المؤاخذة. يا عيني انا بيهمني، انا مسافرة ما بدي جوزي يفكر طالعة انا وياك. بعدين هي سمعتي مو لعبة. وين انت الدكتور؟ بأبو رماني. خلصنا.